يعني كاتب النص في هذه السلسلة، وسلسلة جميلة جدا جدا، كيف ترى نفسك ككاتب نص؟ هو هقول لحضرتك حاجه، كصانع افلام انا لسه مش انا لسه مش 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 متخيل فكره انه حد ممكن يبقى كاتب او كاتب سكريبت وانا اخش اخرجه فقط. انا المشروع يعني لازم اكون انا اللي حاسه من الاول، ولو قدرت اكتبه انا اللي ابقى كاتبه، ولو قدرت اخرجه يبقى انا اللي اخرجه. فهي بالنسبه لي الاثنين بيكملوا بعض. بس هو عمل صعب جدا، مش سهل. لا جدا، واستنفذ وقت رهيب في تحضيره، في كتابته، وفي مراجعاته، وفي تصويره، وفي مونتاجه. يعني كل مراحله كانت مش بسيطه. طب يعني حضرتك بتقول في تحضيره استهلك وقت طويل جدا منك. سؤالي عن مراجعه هذا النص، وهو نص اشبه بنص تاريخي. هل لجأت الى يعني علماء في التاريخ، أساتذة جامعة في التاريخ، يعني رجعوا هذا النص وقالوا بصحة ما فيه؟ احنا في الموسم الاول كان معانا دكاتره مختصين في تاريخ مصر القديمه، دكتوره ياسمين الشاذلي، دكتور طارق توفيق، كلهم دكاتره الجامعه بيدرسوا في الجامعات المصريه. اللي كان بيحصل ان انا كنت بكتب السكريبت بتاع الحلقه، وبعد ما بكتبه بنقعد مع بعض نقراه، ولو هم عندهم اي ملاحظات او تعديلات بنتناقش فيها وبغيرها بعد كده. بس لازم انا اللي اكون كاتب الاول، يعني انا اكتب وبعدين هم يراجعوا. اصلا هو لو هو هيجي على طول يبقى هو اللي هيكتب الحلقات، فاهمه؟ فانا الحلقات كانت بتبقى مكتوبه وهم كانوا يعني اقروا بصحه ما جاء في بصحه المذكره اللي انا ذكرتها. طيب دلوقتي يعني في فترات تاريخيه مرت بيها مصر طبعا من البدايه، يعني هي ام الدنيا فعلا. هذه الفترات التاريخيه هل هتديها نفس المساحه الزمنيه في العمل بشكل كامل؟ على حسب حاجتين. أول حاجة، ودي مشكلة واجهتني في الموسم الثاني جدا، وهقول لحضرتك ليه. توافر المادة العلمية أو توافر المصادر، هل عندنا معلومات تكفي عن الفترة دي إن أنا أقدر أكتبها بشكل وثائقي درامي ولا ما عنديش؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تأثير الحقبة التاريخية دي علينا ك ك ك ك ك كمجتمع. هل هي أثرت علينا هنا بشكل كبير ولا لأ؟ وحدي حضرتك مثال، مثلا ده حاجة من الجزء الثالث اللي لسه كتب دلوقتي، الفترة بتاعت صلاح الدين الأيوبي الحلقة بتاعته مش هتبقى غنية زي ما الناس متصورة، لأنه هو ما أثرش علينا احنا هنا قوي. يعني هو كان معظم أنشطته كانت خارج مصر، لكن اجتماعيا تاريخيا هنا احنا هو ما أضافش تغييرات كتيرة، غير طبعا أنه غير الأزهر أو ولكن ما ينفعش نقارنه مثلا بفترة زي الفترة الفاطمية، ولا بفترة زي الفترة المملوكية، ولا بفترة زي الفترة ولا حتى الفترة العباسية. وغير كده كمان توافر المادة العلمية. الموسم الثاني كان أصعب حاجة فيه إنه هو التاريخ غريب جدا، إنه كل ما بنقرب للنهاردة كل ما المصادر بتقل، يعني بتقل مش بتزيد. لا مش بتزيد، يعني مصر القديمة موثقة بشكل يعني ممكن نقول مبالغ فيه إلى حد كبير. القصة بدل ما بتلاقي لها مصدر واحد بتلاقي لها 10 و20. بعد انتهاء مرحلة مصر القديمة، الفترة الرومانية في الأول، الفترة البيزنطية بعد كده، المصادر قليلة جدا. يعني أول حلقتين أو أول 3 حلقات مكتوبين من مصادر ما تخطرش على بال حضرتك. يعني مثلا في الحلقة الثانية مثلا في قصتين في الحلقة دي أنا بحبهم جدا. القصص دي احنا لقيناها في مقلب مخلفات بتاع مدينة جريكو رومان في مصر هنا قرب الفيوم. فالمصادر اضطرينا نلجأ لان احنا بندور في ورق، يعني بندور في ورق في شقف، لانه ما فيش حاجه متسجله، بالذات لو قارناها بمصر القديمه. وده بيكمل. احنا عندنا مثلا الفتره بدايه دخول العرب مصر، بداية دخول العرب إلى مصر حتى الفترة الفاطمية، مصادرها قليلة جدا 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 جدا. احنا حتى ما عندناش فكرة عن هل ما كتب عنها في الكتب. ما هو قصدي حضرتك ايه بما هو كتب عنها؟ ان هي كانت يعني في ناس سجلوا
في ناس سجلوا رحلاتهم الى مصر، في ناس سجلوا بعد ده بعد بكتير، لكن القرن السابع ميلادي والقرن السادس مش متسجلين بالقدر اللي احنا فاهمينه. في حاجات كتير قوي بنعتبرها تراث اكتر ما هي تاريخ فعلي، فهي بتبقى حد كتبها بس ممكن الحد ده يبقى بعد الحدث ب 200 300 سنه، فاحنا النهارده بناخده على ان هو مرجع تاريخي ولكنه هو مش قد لا يكون صحيح، قد لا يكون صحيح لان هو بعيد جدا عن الحدث.